في إطار استراتيجيتها التوسعية ورسالتها المتمثلة في رعاية صحية عالية الجودة للجميع، افتتحت مجموعة أكديتال مؤخراً مستشفى ابن النفيس الدولي في مراكش، ليمثل التزامها بتوسيع الوصول إلى الرعاية الطبية المتقدمة في كل المناطق. وهو بنية صحية رائدة تساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في المنطقة، ما يمكنه من تلبية مختلف الاحتياجات الطبية. تشمل تجهيزات مستشفى ابن النفيس الدولي جهازين من أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي ألسيوم وإيدج، و41 كرسيا للعلاج الكيميائي، وذلك بهدف تعزيز قطب الأورام وأمراض الدم والعلاج الكيميائي بالمستشفى. يوفر هذا القطب علاجات متقدمة في مجال العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الإشعاعي الموضعي، هذا بالإضافة إلى وحدة زرع النخاع ووحدة الطب النووي وعلاجات أخرى عديدة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات لتوفير رعاية فعالة وشخصية للمرضى المصابين بالسرطان. لقد تم تجهيز قسم الإنعاش بثمان مقصورات متعددة التخصصات، وذلك لضمان التكفل بالمرضى في حالة حرجة. كما يقدم مركز الأشعة مجموعة كاملة من الخدمات التشخيصية، بما في ذلك الأشعة السينية القياسية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي والتصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية، وهو ما يضمن تشخيصاً سريعاً ودقيقاً. وبفضل توفره على 11 سريراً للاستشفاء الطبي الجراحي ووحدة للعناية المركزة بسعة 15 سريراً، فإن المستشفى يضمن مراقبة مستمرة وتكفلاً مركزاً، وبالتالي يلبي الاحتياجات الملحة للمرضى. لقد تم تجهيز قسم العمليات بست غرف عمليات متعددة الأغراض وغرفتي تنظير، مما يضمن إجراء التدخلات الجراحية في أفضل الظروف الطبية. وبعد الجراحة تتم رعاية المرضى في قاعة استيقاظ مجهزة بعشرة أسرة، مما يضمن الانتقال السلس إلى مرحلة ما بعد الجراحة. هذا ويوفر قسم الطوارئ بمستشفى ابن النفيس الدولي بمراكش للمرضى ست غرف خصصت للرعاية السريعة والفعالة في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى الاستشارات. يلتزم مستشفى ابن النفيس الدولي بمراكش بتقديم رعاية بجودة عالية تجمع بين الخبرة الطبية والبنية التحتية التقنية المتقدمة، وذلك لضمان رعاية شاملة طوال مسار المريض. لذلك فإنه يتوفر أيضاً على مختبر متكامل للتحاليل الطبية من أجل التشخيص الدقيق والسريع. إن مستشفى ابن النفيس الدولي في مراكش هو أكثر من مجرد بنية طبية، فهو رمز وشهادة على الالتزام المستمر لمجموعة أكديتال بتحسين صحة ورفاهية المجتمع المغربي.